بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم في قناة ميليتري إنسكو. عزيزي المشاهد، لما تكون كبير في مكانك الدول العظمى بتحترمك. يعني إيه يخلي دولة زي الصين بتحترم الجزائر جدا؟ علشان الجزائر لها مكانة قوية ونفوذ في قارة إفريقيا الغنية بالثروات. يعني النهاردة عمي أيمن عبد الرحمن الوزير الأول بالجزائر كان معاه مقابلة مع السفير الصيني. ليه؟ علشان يقوموا بتسريع المشاريع بين الجزائر والصين، عاوزين ينجزوا المشاريع اللي بينهم بسرعة. هيطلع واحد يقول لي يا عم دي صدفة، والصين مهتمة بكل الدول مش الجزائر بس. طيب هسألك سؤال، ايه سر ان السفيرة الامريكية كل شوية تتكلم عن الاستثمار مع الجزائر؟ واخر حاجة كانت النهاردة السفيرة الامريكية في الجزائر تحدثت عن وجود إرادة قوية بين الجزائر وأمريكا من أجل التعاون في المجال الزراعي، وده بيأكد قوة نفوذ الجزائر الخارجي اللي بيخلي دولة زي أمريكا بتحاول ترضيك وتتقرب منك. رغم لو فاكرين دعوة نواب من أمريكا بمعاقبة الجزائر، لكن تحركات الإدارة الأمريكية على أرض الواقع هو إرضاء الجزائر. وعلشان الجزائر تزود نفوذها في إفريقيا ده موضوع مش بسيط. يعني يوم الاثنين اللي فات السيد عطاف راح موريتانيا وعمل معاهم مذكرة تفاهم لتعزيز التنسيق السياسي بين البلدين. ومن اجل استقرار دولة مالي زار السيد عطاف مالي يوم الاربعاء. ربنا يكون في عونك يا سيد عطاف. كل ده بيقوي نفوذ الجزائر في افريقيا، وكل ما نفوذك يكون قوي في مكانك كل ما الدول الكبرى يحترموك زي روسيا وامريكا والصين. ومش هننسى كمان النهارده الجزائر استقبلت نائب رئيس اركان الجيش النيجيري، مش النيجيري، النيجيري. للاسف صحيفه الشروق مفروض تكتبها كده، النيجيري، لان اي حد هيقرا الخبر اللي قدامنا هيفتكر ان نائب رئيس اركان جيش دوله نيجيريا هو اللي جه الجزائر، لكن الكلام ده غلط. دولة النيجر هي اللي بعتت مسؤول عسكري. المهم، من وجهة نظري تبادل الزيارات بين الجزائر والنيجر مهمة جدا جدا، وخصوصا الزيارات العسكرية والأمنية، مش علشان ملف الهجرة الغير شرعية، لا مش ده قصدي. هقول لكم ليه. اعتقد علشان اقتراب تنفيذ المشروع الضخم اللي بيضم الجزائر والنيجر ونيجيريا، وخصوصا مع تصريحات رئيس شركة النفط بدولة نيجيريا ان خط الغاز في اراضي نيجيريا هيتم الانتهاء منه ان شاء الله في نهاية سنة 2023. فانا اعتقد الجزء الهام من المشروع هو الجزء الخاص بالنيجر، ومرور انبوب الغاز في النيجر محتاج تأمين قوي ضد العمليات المسلحة. الامور هناك مش مستقرة، علشان كده في اعتقادي الزيارات العسكرية والأمنية بين النيجر والجزائر مفيدة جدا لإتمام المشروع بإذن الله. واحد هيقول لي هي الجزائر بتوسع نفوذها في أفريقيا مع جيرانها بس، يعني مع الدول المحيطة بيها؟ لا طبعا. بص كده على الخريطة، دي دولة زيمبابوي، شوف بعيد عن الجزائر قد إيه. رئيس المجلس الوطني بزيمبابوي جاي الجزائر بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي جاي يوم السبت. وبعيدا عن إفريقيا، عاوز أقول خبر اقتصادي مع دولة أوروبية. كلنا عارفين أن الجزائر بتصدر غاز لإيطاليا، لكن الشيء الجميل كمان أن الجزائر بتصدر لفائف حديدية لإيطاليا. يعني يوم الخميس مجمع سيدار الحجار بعنابة شرق العاصمة الجزائر قام بتصدير 10,000 طن من لفائف الحديد يوم الخميس إلى إيطاليا. وحسب المصدر هتستمر الصادرات لهذه اللفائف حتى يوم السبت القادم إن شاء الله. شيء جميل جدا تنوع الصادرات، ومنعتمدش على الغاز فقط. اقتصاد قوي وسياسة قوية يعني نفوذ قوي على المستوى الإقليمي والعالمي. في النهاية حفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.